ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا بقى دلوقتي في فقرتنا دي طبعا الفن بقى والغنى والصوت الحلو وكده. معانا مطرب شعبي عاطف قطة، اهلا بيك. ومعانا فرج الحاوي مطرب مهرجانات، اهلا بيكم. طبعا اتشرفنا في وجودكم في حلقتنا النهارده. عرفونا بقى بنفسكم، يعني كل واحد يعرفنا بنفسه. انا عاطف اوكا من امبابه، 28 سنه 24 سنه، تمام، مغني مهرجانات. الموضوع بدأ معايا زي اي حد في الاول، طبعا بروح الافراح من هنا لهنا، لحد بس ما الموضوع جه معايا قابلت حد كده صغير ومش موجود معانا ومعانا في التيم، اسمه بودي، فعملنا انا وهو طبعا فيديو، الفيديو ركب الترند والحمد لله ربنا كرمنا من هنا. طب مين بقى بوزي؟ كلمنا عن بوزي. بودي يعني طفل، حد عايز اقول لك صوته جميل جدا، مغني مع حمو بيكا ومع مصطفى الجني وله اغاني كتير قوي، فبس المفروض كان يجي معانا الحلقه بس حصل ظروف وما جاش معانا، وهو اللي عمل معانا كده يعني، ربنا وشه حلو علينا. طب كويس. ودلوقتي فرج الحاوي، عرفنا من نفسك. انا فرج الحاوي، مغني مهرجانات من امبابه برضو، و يعني اشتغلت في الشارع كتير برضك، افراح والحمد لله يعني ربنا وفقني ان انا عملت كام مهرجان ولسه يعني الحمد لله يعني. طيب عايزين كده الأول نسمع حاجة كده، مين فيكم كده حابب يسمعنا حاجة؟ تسمعي؟ أسمعنا بقى حاجة على ذوقك يعني. تمام. وسيدنا الحسين مملكة، وأما الحسن سلطان، والسيدة زينب محكمة بتحكم على العربة، وأما الصحاب واقفين على باب سيدنا النبي بأمان. سيدنا علي بناله في وسط جبال خصار، وكان بده يحوش الهوى وهو الهوى بينحاش، والأرض لا بتتفحت إلا بسن الفاس، والبيت لا بيبني إلا ما تحط أساس، والبنت لا بتنخطب إلا بلمة ناس. وزينب تقول للنبي، وزينب تقول للنبي يا جدي راعي الناس، دول غلابة نبي وانت شفيع الناس. ما شاء الله صوتك حلو جدا الصراحة، ربنا يوفقك. كلمنا بقى كده، بدأت مشوارك ازاي؟ زي ما قلت لك، مين اكتشف صوتك او ايه اللي، ولا كنت بتحب اصلا أنا تغني كنت من صغرك؟ كنت هاوي الموضوع ده من صغري، كنت بحب اروح الافراح والكلام ده، تمام. فطبعا اتعرفت على فرج، احنا كلنا شارع واحد يعني، انا هو طبعا عملنا زي تيم كده وعملنا كذا مهرجان، بس يعني ربنا ما كرمش. بس الحمد لله احنا دينا شغالين. طب اتعرفت على بودي ازاي؟ بودي احنا معانا اداره اعمال طبعا، هو اللي كان ماسك بودي، فهو كلمنا وقال لنا تعالوا نعمل فكره كده جديده، نعمل ستوري، والفيديو موجود طبعا على اليوتيوب وعلى التيك توك، فعملنا الفيديو انا وبودي، واحنا مش في بالنا ان هو يعني هيضرب كده ويطلع ترند، فاحنا سجلنا. احنا جاهزين دلوقتي بالفيديو بتاع بودي، هنسمعه ونرجع تاني. سفر المية الحالة دان، صحابي فاكر اني مدير بنك، قررت اني افضي تانك واصور فيكو، قلبي مكتوع خدت عذاب هو بصرخ مليون مش طالبة ستة فلوس ولا ده ولا انا ليكو. يلا بالسلامة بورو، رجعنا تاني. عايزينك تكلمنا شويه بقى عن التيم بتاعك، مين اللي في التيم بتاعك ومين مدير اعمالك؟ احنا معانا طبعا اداره اعمال، يعني ينفع اذكر اسامي ولا حسب؟ ايوه طبعا ممكن تذكر اسامي. احنا معانا اتنين مديرين اعمال طبعا، معانا اسلام كلوب ومعانا محمد سعيد العالمي اللي هو ماسكنا انا وفرج وبودي. فهو ده مدير اعمالنا، ماسك لنا الشغل بتاعنا كله، واي شغل احنا يعني بيجي لنا شغل ده ما ينفعش نعتمده غير من محمد سعيد،
ان هو الاداره بتاعتنا. طب ومين بقى اللي شجعك، كان بيدعمك في بدايه مشوارك؟ طبعا صحابي واخواتي والناس اللي في المنطقه عندي، طبعا كل اخواتي الناس اللي يعني الناس اللي بتحب الخير. وانا برضك وفرج برضه. انت كنت بتشجعه برضه؟ عشان ادي له حقه برضه. انا يعني من 13 سنه كده كنت بغني، فجي موضوع الدراسه دخلت الجامعه والكلام ده، فبعدت بتاع 3 4 سنين طبعا. بكالوريوس تجاره، فبعدت 3 4 سنين. ففرج كان في الوقت ده هو اللي بقى. انا كنت مكمل في المجال لما جيت ارجع، ففرج هو اللي طبعا وقف جنبي لما حب يرجع. شجعته بقى تاني وكملته المشوار. شجعته تاني. بس هو بالنسبه لك موهبه، ما درستش حاجه في مجال الغنى؟ لا لا لا. موهبه بقى والموضوع. بس حاليا انا وجودي دلوقتي بناخد كورسات مزيكا. طبعا يبقى حلو برضو، يبقى احسن ليكوا في المجال بتاعكم ما دام حابب حاجه او كده يعني. بس حابب المجال عموما؟ اكيد، لو مش حابب مش هعمل كده. طب سمعنا حاجه تانيه. تاني؟ تاني. واسمع افهم ما تبعش، ابو عين فرغه ما بيشبعش، واللي يقولك بشتري راجل قول له الرجاله ما بتتباعش، اللي تمامه محب يتفكه، هما في سكه واحنا في سكه، ولو فكروا يلعبوا ويانا يمين بالله ما يفرقوا الدكة. واخواتي يا ناس رجولة، مع بعضنا والطفولة، قلبنا جبروت ما نبش الموت، ايوه اخصام مجهولة، على حسك يا بعايش. ما شاء الله، يعني صوت ما شاء الله عليك. طب كلمنا شويه عن يعني ايه بقى الاغاني او المهرجانات، الاسامي حاجات عملتها؟ انا عامل انا وفرج مهرجان اسمه كل بنت على اليوتيوب، بس هو يعني ما حققش النجاح اللي هو الترند. بس طبعا الحمد لله، بس لسه في شغل كتير طبعا بنحضره انا وفرج وجودي دلوقتي. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقك. وفي يعني في حد بقى بيالف لكم الكلمات وملحن وفريق معاكم طبعا وكده؟ احنا معانا حد زميلنا طبعا بيكتب، وفي كذا حد يعني ما بناخدش من حد معين. يعني هو في كذا حد بنشوف الكلام اللي بيعجبنا من ده او من ده بناخده منه. طب وبالنسبه لك بقى يا فرج، يعني ايه اكتر، مين اللي شجعك، كان ايه طموحك في الاول، بديت ازاي الكلام ده؟ والله انا بديت من صغري كنت بغني على الديجيات وبتاع قبل ما يطلع شغل الفرق والكلام ده. فانا يعني انا شجعت نفسي. طب سمعنا حاجه بقى انت كمان. انا بغني بلي يعني بلي باك عشان بلي باك. يعني مش ما تعرفش تغني من غير ال هو مهرجانات. مهرجانات انا. تحب تغني مهرجانات؟ ماشي. سمعنا حاجه. في اغنيه بتقول خد المايك. المايك. واحدة واحدة زميلي عالرايق، أصل أخصامنا بتتضايق، دول آخرهم شغل زقايب، وإحنا دايما في العالمية، اللي يسمع اسمي يخاف، وسط الزحمة بكون متشاف، يلا نعمل ليلة زفاف للعيال ولادي الغازية. شاطر. هو بيأدي فرح. أنا مؤدي. مؤدي وأنت. فإحنا بنعمل فكرة جديدة دلوقتي بين يعني طرب ومهرجان مع بعض. انتوا ممكن تعملوا فعلا ميكس بين الاثنين مع بعض وتبقوا زي بقى فريق دويتو مع بعض. هو بيغني طرب وانا بغني مهرجانات. هو دخل في سكه يعني. انتوا تعرفتوا على بعض ازاي بقى؟ لا احنا ولاد شارع واحد. انتوا عارفين بعض من انتوا صغيرين يعني. طب ايه طموحك بقى، يعني نفسك تبقى ايه قدام؟ اكيد نفسي ابقى حاجه حلوه، وبحلم ان انا طبعا ابقى رقم واحد، والحلم اهم حاجه يعني. طب في شخصيات معينة أو ناس مطربين أو كده بتقتدي بيهم، أو شايف إن عاجبك مثلا أدائه أو ستايله أو كده ونفسك تبقى شبهه؟ طبعا في ناس كتير، بس أنا أعتبر مثلي الأعلى الفنان الكبير تامر حسني في كل حاجة. أنا واخده قدوة ليا يعني في كل حاجة. أكيد طبعا تامر حسني. يعني حتى صوته حلو والأغاني بتاعته. أنا ماشي على الطريق بتاعي، أنا بحب كل حاجة فيه يعني. طب هل اهلك كانوا بيشجعوك في الطريق بتاعك، ولا لقيت بقى يعني اعتراضات في الاول كده؟ لا في الاول طبعا، يا ابني سيبك من الكلام ده، يعني هتطلع على التلفزيون ومش عارف يعني هتعمل ايه والكلام ده، زي ما انت فاهم. بعد كده لما بدات يعني الدنيا تتزبط شويه وننزل شغل افراح وعيد ميلاد وحفلات والكلام ده، طبعا خلاص الدنيا مشيت شويه.
طب وهل كنت متوقع الترند ولا جت كده؟ لا كان ايه رد فعلك؟ الحمد لله، يعني قلت الحمد لله. طب سمعنا حاجة تانية كده. تاني؟ وسفير المية الحالة ضن صحابي فاكر اني مدير بنك، قررت اني افضي التنك واصور فيكو، قلبي مات واخدت عزاه من جوه بصرخ مليون مش طالبة ست وفلوس ولا جاه ولا انا ليكو. يلا بالسلامة غورو، كل واحد جاي دوره. ما شاء الله، لا يعني حلو صراحة. طب بالنسبة لك بقى يا فرج، يعني مين كان بيشجعك في الطريق بتاعك ده ولا ما حدش شجعك خالص؟ ما حدش شجعني، كله كان ضدك. يعني ليه بقى؟ بس بعد كده الحاجة وقفت معاه شوية. يعني في الأول طبعا بقى كانوا عايزينك تعمل حاجة تانية أو يبقى ليك مستقبل من نوع تاني. مكنش حابين الشغل الأفراح والكلام ده. طب أنا كنت برجع متأخر والكلام ده، ف ما كانوش حابينه. بس يعني لما ابتديت إن أنا آخد على الأفراح وبتاع، ما أنا بحب المجال ده. بس لما بديت تنجح بقى لقيت شوية يعني لو معايا تشجيع الحمد بقى. ماشي، احنا اتشرفنا بيكوا جدا ووصلنا لنهاية حلقتنا. واتمنى تكونوا انبسطتوا بالحلقه، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله من برنامجنا ستات.com.